لا هذا شيء مو طبيعي كتير، هذا مو طبيعي كتير شاب. دجاج وبطريق وما بعرف شو معلم صار هون بفري فاير حبيبي الكرام. يا اخي شيء شايفه معلم ما اعرف هذا الشكل يعني بدجاجة صغيره ولا شو هذا حبيبي؟ هذا بطريق ولا شو حبيبي؟ والله وبنفس الوقت حبايبنا متجر غامض كتير. سو هلو ليديز اند جنتلمان، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. رجعت لكم مقطع جديد حبايبنا مثل ما انتم شايفين معلم، فقط تصبيح جديد. طلعوا على طلع وين هي؟ شوفوا عيوني معلم، يعني فريق جديد مسمح معلم، وجيت شفت هذا الشيء معلم قلت لا 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 لازم نفيق ونظبط مونتاجكم مونتاج ما شاء الله. المهم شباب صلوا على حبايبنا، لا تنسونا باللايكات وشير والبارتاجات. خلينا ندخل نشوف شباب هذا المتجر وش حاصل معكم، راح يكون يا ترى كم توقع عليكم؟ كم راح يتوقع وراح يكون يا عشان كم توقع؟ كم توقع؟ نشوف نعمل توقيت. اوووو ليه؟ شباب انا ملاحظ شيء شباب، انا ملاحظ شيء شباب، شوي شوي عندي التخفيض كل ماله عم بيمشي حاله شوي شوي حبايبنا. اوكي بلوس خلينا ندخل هذا المتجر عشان نشوف هذا صار ثالث متجر غامض موجود. يا طول انت كت ايه هذا هو صح ثالث متجر غامض. اوه لا اليوم شباب اليوم مو طبيعي معلم، اليوم نحن بحديقه الحيوانات معلم حبيبي والله. اوكي عندنا هذا كمان بطريق وما بطريق وراح شباب بقى. اوكي شباب بلش اول شيء بهذا، هاي جيب هذا حبايبنا. اوكي والله هذا معلم لازم شوف شكله على السريع معلم، شوف شكله على اللاعب يجي يكون شكله. اصبروا شوي ركزوا لي شوي اصبروا شوي حبيبي والله معلم. نايس اوكي نرجع شباب الكاميرا شوي. اوه هذا المتجر شباب فيه 40 بطاقه حاضنه، نايس بوي. نجيب هذا الحلقه دوشه بنجيبه هذا بعد شوي. اوكي عندنا 20 روم شباب، ايه عشان لما نعمل رومات المتابعين على اللايف ستريم. وشوف شو هذول، طبعا هذول الشباب ما يلزموا هذول كلياتهم وحاطين لهم الوك. والله صراحه شباب ما بعرف اذا موجود فيه فاير باس هون بهذا بهذا المتجر حبايبنا. اوكي نجيب هذا الحسكن. لا يا شباب هذا 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 نص نص بس، ولكن السكين الثاني شباب هذا معلم هذا شباب مو طبيعي يا اخي مو طبيعي. ركزوا لي على الراس يا شباب، ركزوا لي على على على, على التي شيرت. عندك هذا هذا مع الفريق البرازيلي معلم ان شاء الله. عجب تتوقع هذا سكين كامل ولا والله هذا بصور لكم. اوكي خلينا نشوف باجات باجات معلم باللوز معلم دائما بيلزم باجات باجات بيلزم حبايبنا حلو. وات دايما معلم يا شباب يا شباب اليوم مو طبيعي معلم بتعطيك عن جد نحن بحديقة الحيوانات. اوكي لعبة تثبيت خلينا نشوف شكلها ايه كمان. دايما 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 اوكي رجع لفوق وين هي؟ لا معلم لا لا مو طبيعي معلم، هي حتى قرب فيه راس ارنب الكتروني صار فيه. اوكي خلاص شباب نشوف هيك على السريع. لا لا شباب اليوم معلمنا احنا في حديقه الحيوانات ابدا. 10 بطاقات تغيير اسم شباب، هدول التخفيضات حلوات معلم، تخفيض 81 بيساوني دائما شباب لما اعمل اوه 40 بطاقه شباب باللوز، 40 بطاقه دايموند شباب. وشوف يعني هون شباب خلينا نشوف. اوكي اوكي هات نكمل هات نكمل معلم. اوكي الباقي كله شباب على التطويرات الاسلحه وما اسلحه. والله في 20 من هون 20 من هون 20 من هون، يعني والله في كثير عدد حلو شباب مثل ما انتم شايفين 20 20 20 والله نايس. لا والله نايس. اوكي هون كمان في نايس. اوكي السكين شباب واخيرا خلينا نشوف هذا السكين معلم. ما بعمل هيك عم افتحه معلم حلو كثير حلو شباب يعني مفرق نايس. هات ندخل شوف يا سلام على هذا شباب، هذا هذا لازم 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 ثم لازم ندخل نجربه شباب. اوكي ليتس جو. اوكي حبايبي توك ليش هذا غامق صاير هذا هذا السكين؟ والله يا شباب هذا تعرفوا هالراس هذا شباب ستوي معلم راح يجيبوا فيني هيك على رواق ايزي فريزي. بس ولك يا شباب ما اتوقع هذا الشيء معلم، مو دخلونا لان الراس هيك كبير حبيبي. بس ولك يا معلم اكيد راح راسي راح يطير شباب، ركزوا لي على السكين ركز على الراس شباب، الراس راح يطير راسي راح يطير معلم. يا الله مو طبيعي مو طبيعي السكين فرق. هلو بوي حبيبي والله سلام او كريمينال يا سلام. اوكي خلينا ندخل شباب ليتس جو. طبعا شباب اول جيم لي باليوم يعني متحمس شوي على الرواق تمام. خلينا نشوف الوضع حبايبي ليتس جو بوي. اوكي تعرف شو رح ننزل مكان خفيف لطيف. اوكي ننزل هنا عن تحت تحت شوي تمام. طبعا ناخذ سولو سكواد على الرواق. اوكي هذا ندخل ندخل نشوف هون ننزل تحت نجرب شباب نشوف وضع السكين نشوف شو شكله باللعب. بس يا اخي مو طبيعي الدجاج هذا الصوص هذا مو دجاج هذا اكيد هذا الصوص شباب الصوص يعني صغير الدجاجه يا دجاجه. اوكي تشوفوا هون شوفوا هون لا 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 هون في تبصون تبصون معلم هذا تبصون معكم رقم 10 معلم
رقم دجاجة رقم 10 معي. أوه عيالة أوه عيالة أوه عيالة، هات نجي نشوف هون. أوكي أوكي أوكي، ننزل من هون، أمشي شوي هون، روح على البيت الموجودة هناك قبل ما نشوف حدا بشي. قولي شو صار لعب اللعبة، نجي ندخل من هون على السريع. قولي والله كان شكله باللعب كتير مضحك. واحد على اليمين، قول والله بربرته يا جماعة. موت موت، لعب التبصير معلم، نلعب بربر، خلينا بربر، لعب التبصير معلم احسن، لعب التبصير معلم لانه ما معنا اسلحة كويس عن هذا الحمص حبيبي والله. تعال هون تعال هون تعال. اوكي نروح نجوت هذا البيت معلم على رواق. اي في واحد فوق، يمكن فوق نو، والله يمكن شفت واحد فوق شباب، اصبروا شوي. اوه اي في واحد والله، في جماعة فوق، تعال نطلع لفوق، وهون في لوت كمان معلم، اصبروا شوف اللوت هذا المكان. قولي نيس نيس نيس. او اي كي اي كي وغروزة، مو غروزة، شو غروزة، شو جاب لك غروزة؟ ما في عندنا. او ام 60 هذا؟ لا خلص نطلع فوق شباب نشوف الاوضاع. في واحد فوق. ام كامينج ام كامينج بوي ام كامينج بوي، هات لنشوف. كان عندي 500 توكن كنت رايح اشتري درع. دايم هذا ندخل من هون. الو جماعة، في واحد فوق. ايه نايس، اي واحد نوك، واحد على اليمين واحد على اليمين واحد على اليمين. شفتك 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 شفتك. بلعت هيد بلعت هيد بلعت هيد بلعت هيد. اصبر نروح نفنش هذا، اهم شيء تفنش معلم دجاجة تفنش. ايه واحد على اليمين، ابي ورا ذا بوت بوت بوت. فنيش يا صاحبي، نايس والله يا جماعة. انا فكرت انه هذا السكين يكون يعني تقيل باللعبة، بس ولكن شايفه معلم صراحة ما خاذه، هو خفيف عادي، كان عم بلعب اي سكين عادي تاني. والله باللوز هو واحد فوقني. شو عم يعمل هذا مع القبل الحيط؟ سبايدر مان ولا شلون هذا؟ تو ولا قول هون في ضرب، هون في ضرب، هون في ضرب، هون في ضرب. تعالوا 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 جيب نضرب. ايه حبيبي مسكين كان مركز بالت... عبتلوت عبتلوت مو هيك؟ عبتلوت مو هيك؟ عبتلوت مو هيك؟ ايه يا سلام على اللوت. بس شو عنده اسلحه ده؟ قول لي طول بالكم. ناخذ الجات، اهم شيء ناخذ الجات تمام باللوس. ناخذ يو ام بي تمام، وضعنا تمام. يلزمنا الدرع الان، شباب يلزمنا الدرع، لازم نتسوق نشتري درع. اوه نو يا اساطير حبايبنا، كنت عم العب معلم فجاه اللعبه فصلت عندي، ما اعرف شو صار معلم وحبيبي والله. سو اهم شيء حبايبنا شو رايكم استمتعتوا بهذا المقطع يا اساطير؟ شكرا لوجودكم معنا، تنسونا باللايكات بالشيرات والمشاركات بارتاجات كل شيء باللوز، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه حبايبنا وتفعلوا تفعوتها تفعلوا 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 زر الجرس، ولا تنسوا كمان شباب نحن بنعمل بثوث يوميه على الفيسبوك شباب، تعالوا شرفونا حبايبنا باللوز، الرابط تحت بالوصف حبايبنا، لا تنسوا كمان تابعونا على الانستغرام. اوكي حبايبنا سو بتمنى لكم يوم سعيد حبايبنا، ورايكم هالدجاجة حبيبي والله. وشكرا لوجودكم، سلام عليكم.